السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بيكم في قناة جامبو فور جيمز. ازيكم عاملين يا شباب؟ النهاردة يوم مش عادي، النهاردة معانا ضيف شرف، ضيف عزيز عليا جدا. النهاردة معايا أحمد ابن خالي، مش عايز أقول لكم أحمد ده حريف بطريقة رهيبة رهيبة رهيبة. طبعا احنا سعداء جدا ان هو معانا النهاردة. ازيك يا أحمد، عامل ايه؟ ايه أخبارك يا صاحبي؟ طيب النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين الموسم الجديد نازل، وطبعا موسم مولع مولع مولع. وزي ما انتم شايفين كده انا لسه هو منزل الابديت، ولسه هو هتعرف على الجيم. انا النهارده هلعب لكم لعبة زومبي، مود زومبي، فهي مسهل. يلا احمد ابعت الايد. اوكي يلا يا مسهل، قشطة نسد يا اسطى، احنا جديها. طيب ننزلها، انا قلت له اوكي. هي 62 ميجا، مش مشكلة، ورجعنا لكم تاني بعد ما عملنا داونلود للجيم وكده. تمام خلاص، احمد هيبعت لي الات. يلا يا اسطى، تمام انا موجود اهو. طبعا معانا صاحبنا محمد ايمن، طبعا بس هو مش سامعنا دلوقتي. يلا حماد. اوكي، فيلز سكواد ولا ستارت عادي؟ اوكي اوه، اللبس متغير يا شباب، اللبس متغير، احلى احلى يا رجال. عاش عاش عاش. تمام، اول 3 راوندات دولت خليهم فوق. نصيحة مني اللي هو من عدد الزومبي قليلين وبيبقى لسه ضعاف في الأول، كده تخلص عليهم كده من المفروض. لا فعلا هو بيموتوا بالضربة. ثانيا الكاذبات دي وحشين، واحد بيطلع دومينيشن وكده في الجبوك، يعني مش جبوك ده بيبقى أضعف. اي ده الفشل في الأول ده هو اللي بيبقى كتير أساسا. ولو كنا بدأنا نصور في السيزون اللي فات في بدايته، ممكن أغلب بدري، بس بدري يعني أغلب الناس عارفاها، بس برضه زي المختبئين. تمام، تالت حاجة، في أسلحة كده معينة بتبقى قوية جدا ضد الزومبي زي الـ BDW والـ AK-117، دولت أسلحة قوية جدا بسبب إن هي الفايرنج بتبقى سريع والفايرنج بتاعها بيبقى عالي، فبتخلص بسرعة اللعيبة. يا جدعان اقسم بالله معلومات بفلوس، مش بقول لكم حريف رهيب. عاش يا اسطى. حاول ما تصرفش فلوسك في الأول، لأن أنت بتحتاجها مثلا لو عايز تجيب الرولر. طبعا محمد دايما فتح كريبت فلوس جنبه وزيها للشركة الجديدة اللي لسه نازلة الـ TRM بتاع الزومبي لافر. تمام، دي على حاجة إن هي لما هو ينزل معانا دلوقتي كله يقدر يجيله الشركة دي من الميستري بوكس. هو هنشوف دلوقتي، أنا عامل ميستري بوكس على جنبه عندنا يا مسهل. تحت أمر الله. اوكي بس خلي بالك عشان الزومبي. اوه الزومبي مش مدينا فرصة يا شباب والله. أتعادل شمال، لا لا اوكي تمام.
وعايزين برضو نقول لهم ان اللي بياخد حاجة من الاصفر اللي بيطلع دلوقتي بيتحسب له كلنا يعني. ده لازم يعني مثلا لو مثلا أو أي حاجة من دول تحسب بالكل. بس انت تعالى مش جنبه معايا بقى. اوكي، بس انت مش ملاحظ حقيقة ان اللبس متغير عن المابا الزومبي القديمة؟ يعني انت مش ملاحظ ان اللبس بدأ ان هو يجددوه؟ تمام. تمام. شايفين يا شباب المبات، بص نازلين طحن فينا مش رحمينا. لا وانا كمان الذخيره بتاعتي كانت خلصانه يعني، هو يا دوبك سلاح واحد اللي شغال بيه، ما اعرفش ما عرفتش ابدل على السلاح التاني. ممكن دلوقتي بقى خليك تبص البوكس ما دام انت تمام معانا وجيت شوف والدي دي جنبي بقى جنبي تحت السرير. تمام. جرب تفتح الباب جنبه دلوقتي وانت وسيبه وسيب السلاح وهو ماشي مع الزول ينزل لك بالتليفون لوحده. دي احسن حاجه في الجيت شوف. اه فعلا، هاي غريبة، أول مرة أعرفها المعلومة دي بصراحة. حلو عشان نموت الزومبيز بسرعة، كأننا بنلعب بهاك شرعي. دي حاجات تانية بتبقى مهمة مشروبات، كل مشروبات أنت مثلا عندك حاجة زي الجبر نوت دي بتزود لك صحة الضعف، عندك الدبل تاب بيخليك تروح تعمل ريموت بسرعة فشخ، أنت دي ده أساسا بيعمل ريموت بسرعة جدا، بتحط عليه اسمه إيه ده؟ الاتش اف تي دبل تاب وحامل الرابط ريموت عند المكنة بتاعت تمام. اي تمام. عايز اقول لكم يا شباب ان الاي كي 47 دواتي من يعتبر من اجمل الاسلحه اللي تلعب بيها، بس لو عرفت تتنشن بيها هو الريكول بتاعه عالي بس بصراحه رهيب. تمام. اي يقول لك ال AK 47 دلوقتي بتاع الباد جايز. هو ال AK 47 حلو بس الباتل رويال والمالتي بلاير، بس برضه دي اللي أحسن منه، أنت في الحاجات اللي ممكن تتعامل معاها أو تتعامل بيها أكيد. هو مع إن الكل بتاعه عالي ولكن أنا برضه لسه ما عرفتش ألعب بيه بالدرجة اللي هي. تمام. ولكن يظل السلاح اللي هو شكله أفضل وبرضه رهيب يعني في شيخ. لو عايز الأسلحة اللي هي أسلحة موجودة في اللعبة، أنت عندك في أسلحة منها صعبة جدا تتحكم فيها، مش أي حد يقدر يلعب فيها، هي
فعلا تمام. المهم ان انا كل شويه اموت اموت اموت. بص يعني الوحوش فشخيني فشخيني في افكاره والله. الوحوش كل شويه شباب بتقوى، فالعمليه بتبقى اصعب واصعب. يعني الوحش ممكن ياخد منك ذخيره ونص، ذخيرتين، ده لو نشنت عليه هيد شوت كمان. يعني بص كده اهو، ادي ذخيره، وكان احمد كمان ضارب فيه. ايوه عشان ايه نتدلع براحتنا. طب قول لنا الآلة دي، المكنة دي ايه فايدتها اللي هي بتاعت الكوينز دي؟ الوحوش دي يا شباب من اخطر الوحوش اللي في اللعبة، يعتبر من اقوى الوحوش. الابجريد يا شباب مهم جدا. طبعا انا سلاحي ايه مش موجود معايا بسبب ان انا تمام. اوف، كلاب دي من يعني يعتبر تاني وحش قوي بعد الراجل اللي هو كان بيجري ورانا ده. عاش يا ابو حميد عاش. ايوه حلو. الجنابل اللي بتترمي ده، مين اللي بيرمي الجنابل الحلوة دي؟ عاش يا بايمن. اعملي ريفايف عشان انا مت. زي ما نقول في الحيطة. اوكي تمام. انت بتنزل تحت الارض في الاليفيتور بعد ما بتصلحه، وبعد كده بتروح داخل عند الاوضه اللي فيها النباتات، وبعد كده بتديهم ترتيب معين، بتروح عليهم انت لازم تقتلهم بحيث ان هم كلهم يختفوا، ما تبقاش ولا واحده منهم على الارض. لازم تقتل الكونتينر الشمال، وبعد كده الكونتينر اليمين، وبعد كده اللي وراه، وبعد كده اللي قدام. هما مش سايبين فرصة حتى أعمر السلاح. بعد كده تروح تشغل تخلص وتطلع لفوق. شايفين يا جدعان شايفين؟ أقسم بالله أنا لو في كابوس مش هيحصل لك كده. يا خرابي. أي أذنكت تاني. طب هو السؤال اللي عجز عنه البشر، هما ليه بيجروا ورايا انا بس؟ احنا بنقعد نمسك منهم، احنا بنقعد نجري منهم مثلا لو عايزين نخلص حاجه،
نعمل الابجريدات، نعمل اللي احنا عايزينه. لما بنحب نضرب هوم ده نرجع نضرب هوم عندي. تمام. الوحوش يا شباب مش مدينا فرصة لأي حاجة، ولكن عشان أحمد بس إيه واد حريف فإحنا عارفين نتعامل يعني. انت كنت سألت سؤال الولاد دي بتعمل ايه؟ أيوة الولاد دي بتدي بصات كده زي الصور، بس بتبقى معقدة اللي بتحطها على الحوار الحديد وكده. انت بتاخدها بتقدم غرض فيها وقت الزمن. يعني عندك حاجات زي السي جي او الانفيزبل، اللي هي الحاجات اللي بتشرح في النص ومعاك واحدة من دول، ودول بتتنافس عليها ويزيد اسمها تمام. طبعا الزومبي كتر يا شباب فايه، وكل مرحله بيقوى عن التانية، ويعتبر دي اخر مرحله، وبعد كده هنجيب للوحش. طبعا ما اقولكمش على الوحش. الدكتور بتاعك بأسلحة معينة، وبعد كده لما بتتكلم الوحش بتروح يدي أسلحة كده تشتريها من جوه عند الوحش. الأسلحة دي أنت هتاخدها تقتله بيها. يعني الري جن مش هتلاقيه مفيد للدرجة أسلوب الوحش، مع إنه سلاح قوي جدا، وهو اللي بيتفق من كل زوز بتجاوبه لهم. كل البوكس بقى هو، بس انت فاكر ان انت امسك البوكس بي دبليو او الاي اي 117 وماشي ووقف الاسكوب، وهو هيمشي بقى. تمام. هو ده شباب الابجريت اللي انا بكلمكم عليه. انا سألت نفسي كده ثواني لو انا وانت محمد امين عملنا نفس الحاجه، هو محمد امين كده ده مش هيعمله. تمام. لا كده هنجاب الوحش ولا لسه؟ قشطة. هتشوفوا بقى الوحش حاجة رهيبة يا شباب. شايفين الوحش؟ اوه اهو بدأ يتحرك اهو. يا نهار. عاش. تمام. عاش. اه يا دي الزومبي الهرياني دي، حد يساعدنا يا شباب بسرعة.
اوه الوحش كتفني يا شباب، ينفع كده؟ اوه عاش يا رجاله، قتلنا الوحش. احلى اي مسكناه من الايد اللي بتوجعه. عاش يا رجاله، فيكتوري.